على ليفربول ومباراه السيتي، ليفربول محتاج دايما الكره بتديك فرصه كريم ان انت ترجع، صح. وما احلى يعني انك ترجع من خلال مباراه كبيره. ليفربول خلينا نفكر الناس من 2018 بعد مرور 8 جولات، ثالث اول ثالث ثاني، النهارده انت في المركز العاشر ومعاك مباراه ان هاند لسه هيلعبها. بالتالي كل شيء في حاجه غلط. يورجن كلوب بيطلع بحماس كتير جدا في المباراه اللي قبل برايتون، بيتكلم في المؤتمر الصحفي البريس كونفرنس بيقول لك انتوا بتقولوا على ارنولد وانه صغره، ده انا اللي بعمل هاي بريشر وبضغط. اذا فالمسؤوليه مشتركه. النهارده لما اجي العب المباراه بتاعت ارسنال واتغلب من ارتيتا ويبقى كل اضطر اغير اللعيب الباك اليمين الاساسي باك يمين انجلترا في الدقيقه 46، وارسنال بذكاء ارتيتا طبعا يفضل يلعب الهاي بريشر ويحط بن وايت يفضل يضغط على الخطوط عشان مارتينيلي يبقى دايما الجبهه ناحيه شمال، اتلعبت في ظهر ارنولد، طلعه نزل جوميز اتلعبت في ظهره، قدر يعمل الجون يعني يجيب الجون الاولاني ويعمل اسيست الثاني. فبالتالي ليفربول لحظه المواجهه بقى، انت لما تشال توخيل يورجن كلوب في نفس اليوم قال في المؤتمر الصحفي لا انا مش هيحصل معايا نفس القصه، الملاك يثقون ان انا يعني قلب الانجليزي انا اي هاف تو ورك ذس اراوند، هقدر اغير ارجع الاوضاع المسار الصحيح. السؤال هل هو قادر فعلا؟ احنا بعد 8 جولات الان وبعد برضو بدايه مهزوزه في دوري الابطال، شايف كلوب يمشي ولا يقعد؟ يستمر بس لازم باهداف ومحدده ومشروع. بعد 7 سنين كان لسه انا وفاروق بنتكلم قبل الهوا، ليفربول عايز ايه من الموسم؟ ما ينفعش اخش انا هخش انافس على كل حاجه، ليفربول عايز ايه من الموسم؟ ده مهم. طبعا المصائب لا تاتي فرادى، عندك بقى وقع ارنولد، عندك ماتيب، عندك عندك ارنولد وعندك لويس دياز، بيتكلموا في 4 أو 6 أسابيع. فبالتالي ليفربول امام امتحان كبير بدون اوراق مهمه، وزي برضو ما كنت كريم بتقول انت وفاروق انه سيتي عنده اريحيه جدا في الاوراق وريح اللعيبه بتاعته في ماتش كوبنهاجن، فبالتالي مباراه صعبه جدا بس يقدر. هو طبعا عنده كتيبة بس عنده هالاند، عنده الغلاف، عنده ورقه، عنده الغلاف بتاع الكتاب، عنده هالاند يعني. طيب